أهلا بكم. هنتكلم عن الشخصية الرمة. الرمة في مصر كلمة بنقولها على الجثة الميتة المتعفنة اللي ريحتها وحشة. مش شخص يعني مش شرط ان الشخص ده نقصد بيه ان هو ريحته معفن، احنا ما نقصدش كده، وما نقصدش ان هو ما بيستحماش او ما بيلبسش لبس كويس او ما بيحطش برفيوم، مش ده المقصد. فلما تقول لواحد انت بني ادم رمة، الرمة معناها ان هو محتاج حد يجي يشيله. فده دي فلسفة عميقة جدا، انا هبتدي احكي لكم عن الفلسفة العميقة عشان تتعلموا وما هي الابراج الرمة اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. من الاخر، كلمة انت شخص رمة، لا انت بتشتم شخص بيها لما يكون اعتمادي بزيادة، اتكالي بزيادة. لو سبته مكانه عمره ما هيقضي شيء ولا يحرك شيء ولا يغير شيء ولا يضيف شيء ولا يزود ولا ينقص ولا ينفع تعتمد عليه ولا فيه منه أي فايد. وجوده زي غيابه، ممكن تشيله ترميه في الصحراء. هو ده البني آدم الرمة. الشخصية الرمة هي شخصية تقيلة لا تتحرك من مكانها، شخصية لا تأخذ أي خطوة ولا أي قرار. الشخصية الرمة أو الشخصية الاعتمادية الاتكالية اتكلمنا عنها قبل كده، لكن احنا بنزود بقى في الموضوع. احنا بنبتدي بقى نخش في الشتايم وتفسير الشتايم. ده يعني فرع جديد هفتحه في قناتي على اليوتيوب، الشتيمة وتفسيرها. وليه احنا بنشتم؟ بنقول انت بني ادم رمة. البني ادم الرمة البني ادم اللي ما بيحسش على دمه وما بيلتمسش العذر الاخرين. حلو، ما بيلتمسش العذر لنفسه ولا العذر للاخرين، لا، ويزود ويطالب ازود وازود. تبقى انت متجوز واحدة مثلا او مصاحب واحد، انت عندك مشاكل، هو يجيب مشاكله ويرميها عليك، هو قاعد في البيت كده ما بيعملش حاجة، ما بيتحركش. اصحاب الدم البارد، الابراج الترابية والابراج المائية. اكبر برج رمة ممكن تشوفه هو برج الطور. ده بقى واخد دكتوراه في الرمامة، دكتور، لان الشيء المشهور عن برج الطور ان هو برج اعتمادي درجة أولى، اتكالي على الآخرين درجة أولى. فهل يستحق برج الطور لقب البرج الرمة؟ نعم، بكل تأكيد. لو ما كانش فيه عنصر هوائي ولا عنصر ناري فهو قمة الرمة، هو ملك ملوك الرمة. رمة رمة يعني رمة يعني جثة متعفنة مرمية في الشارع، قلنا الكلام ده قبل كده. وبالتالي هو مستنيك توكله وتشربه وتحميه، تسخنه وتطلعه وترضعه وتوديه تجيبه وتقترح عليه وتنفذ وتقنعه بالفكرة وتحمسه بالفكرة. غير كده زي اللحمة النية، قاعد ما بيعملش أي حاجة، زي اللحمة النية، ولا يتاكل ولا يتشرب ولا بيودي ولا بيجيب ولا بيطلع ولا بينزل ولا هتستفاد من ديك أبوه أي حاجة. فالشخصية الرمة لو قابلتها في حياتك ما ينفعش تخليها في حياتك، لأن الشخص ده هيعطلك وهيبهدلك وهيشدك لورا وهيتقل الحمل عليك على فكرة. ولو سبت الشخصية الرمة تزيد في حياتك هيتوسع وينتشر. واقتلوه قبل أن يتكاثر، ويبتدي بقى يفترض افتراضيات كده كبيرة قوي. يعني الشخصية الرمة بيدخل في حياتك بيفترض افتراضيات عجيبة، بيفترض ان انت المفروض تتصل بيه، المفروض ان انت تسلم عليه، المفروض ان انت تحب فيه، المفروض ان انت تسأل عنه، تسأل عن جراحه وعن احزانه وعن امراضه النفسية وعن تداعياته الفكرية وعن كلاكيعه وعن عقد الطفولة، وتسأل عن ابوه وتسأل عن امه وعن اخته وعن خالته وعن بنت عمته، وتسأل عن الجيران، وتسأل عن الكلبة اللي ماتت عنده، وتسأل عن الحصان اللي هو بيربي حصان او بيربي حيوانات، ليه الحصان ما كلش النهارده. دي كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت بني ادم رمه، بني ادم ثقيل، بني ادم تقيل، البني ادم من ذوي الدم البارد، من الابراج الترابيه المائيه اللي فيها دم بارد وكده ما بيتحركش، لكع، يتلكه، يتاخر، يتباطأ يعني. فالشخصيه الرمه، طبعا في واحده هنا بتسمعني، ممكن الله اعلم، يا رب تسمعني، يا رب تسمعني، عندها كواكب في الطور، فاحب اقول لها ان انت بني ادم رمه، لان هي بني ادم كده فيها التلكه اكيد، فيها التباطؤ كده، تحب تتبطأ وتعمل نفسها ما خدتش بالها، وان هي مش هنا وان هي مش موجوده وان هي مش حاسه. لما يكون بقى الموضوع اضطراري او عندها حاجه ملحه تتصل وتعمل 1100 فيلم عشان تخلص لها المصلحه او تخلص لها طلبها او تخلص لها السؤال اللي هي بتسال عنه. هي كده الشخصية الرمة، شخصية ما بتتحركش إلا لما يعني يضرب بالنار، ما بيتحركش إلا لما القيامة تقوم. فهو مشهور، حتى احنا في مصر بنقول كلمة كده، بس المشكلة ان انا في اليوتيوب مش هينفع اقعد اقول الكلام ده، لكن خلفيته تقيلة عشان تبان اكتر. التوتة بتاعته بني ادم تقيل، بني ادم تقيل في نفسه من ذوي الدم البارد. فالبني ادم ده لازم ايه؟
لازم يعني نناهض البرج ده، احنا لازم نعمل حاجة اسمها مناكفة للبرج ده. لا مش مناكفة ولا مناهضة، احنا عايزين الكلمة التانية. احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنعمل اضطهاد للشخصية الرمة، الشخصية التقيلة او الزيادة عن اللزوم. الشخصية دي موجودة في حياتك، لو سبتها في حياتك والله لتأخرك 100,000 سنة لورا، والله لتحطك في أيام العهد العثماني وأيام الخليفة العباسي، هيرجعك 1,000 سنة لورا. عمرك يا ابني ما هتستفاد منه حاجة، عمرك 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 ما هتستفاد من الشخصية الرمة حاجة. هتعيش معاه 1,000 سنة زي ما انت، زي ما انت كل يوم زي كل يوم، كل مرة زي كل مرة، ولا بيضيف ولا بينتج ولا بيغير ولا بيودي ولا بيجيب ولا اي شيء. رتم كده، رتم روتيني رتيب ممل، شيء كده شيء كده متعود عليه، تحس كده ان انت يعني كل يوم زي كل يوم خلاص.